موضوع انا دائما ضد، يعني ضد اي صرف بخصوص منح زواج، مش اي حاجه تنعطى بدون مقابل. السيد عبد الحميد انا اشوف فيه شخصيا كمواطن ليبي نجح سياسيا، ولكن اقتصاديا في اخطاء وفي حاجات يعني الواحد ما يتقبلهاش. في انا شخصيا في ناس تقول لي راه انت مش ليبيا بس، راه في دول هلبة عندها موضوع هذا بتاع منح الزواج. مزبوط، لكن تكون دوله عندها تاخذ مثلا في بريطانيا عندهم في الفقير يسكنوا فيه ببلاش، علاش ياخذوا من اللي يدفع في الضرائب؟ ولا دول ثانيه زي دول الخليج حتى هي يكون عندها احتياط كبير وعندها ضرائب كبيره وعندها عوائد كبيره غير النفط. بس جدول المرتبات اكيد لازم مليون في الميه انه يتعدل. انا شخصيا وانتم متاكدين هيك نفس الشيء، حتى انتم اكيد نفس الشيء، ضد اي مرتبات عاليه للناس معينه، وضد اي ضد بشكل كبير ضد الفجوه الموجوده هذه الكبيره اللي بين المرتبات